دائما اكيد ضمن جريت وول ويك معنا مسز ساره دبوسي انصاري اكيد من شركه دبوسي جروب مانجينج بارتنر. هاي ساره. هاي زول. دبوسي جروب بلبنان عندها فئه كبيره، انتم اكيد وكلاء اكثر من براند سيارات بشمال لبنان، بس عندها فئه كبيره بشيء اسمه جريت وول. بعام 2010 يمكن جبتوا وكاله هالشركه الى لبنان وعم تلاقي نجاح كبير اليوم، شو السبب؟ السبب هو انه سيارات جريت وول سيارات متينه، حايزين على 5 ستار سيفتي ريكوجنيشن اوورد انترناشونالي، يعني على صعيد الامان وعلى صعيد الجوده، حتى على صعيد القام، القام كثير واسعه، سو في كثير اوبشنز لاي حدا بده ينقي سياره. وكمان هون بحب اقول انه صرنا نحن رقم واحد بالمبيع بالبيك ابات، دبل كابن بيك اب، الوينج 5 صار رقم واحد مبيع بلبنان. وعم نشوف كمان موديلات كثير حلوه للجريت وول، واحد منهم اليوم هال H6 Elite اللي بدنا ندور عليه معك بدايه مع الشكل الخارجي لها الكروس اوفر اس يو في. مثل ما رح نتابع مشاهدينا ديزاين كثير حلو لهالكروس اوفر اس يو في افال اتش 6، عم نشوف من الناحيه الخلفيه هالمصابيح الكبيره على مستويين داخلين كمان بطريقه كثير حلوه على جوانب السياره، كمان عم نشوف هاللاينز على الابواب وعم نشوف كمان هالتنتد جلاس من ورا مع روف ريلز على سقف هالاس يو في، وعندنا كمان هالزيح الكروم على البواب من تحت تعطينه طابع كلاسي اكثر، وبنفس الوقت هو بشكل رياضي فيري كومباكت هالاس يو في. ساره مناسب هون كمان كثير للسيدات، ارتفاعه بعد اقل من الاتش 5، عم نشوف يعني جراوند فلور ممتازه جدا اليوم لنقدر نطلع عليه، كان سيده او حتى مع اغراض بتقدر بكل سهوله من دون اي مشكل لو شو ما لابسه تطلع بهال كروس اوفر اس يو في. مضبوط. هلا جورج هون نحن مش بس للسيدات، نحن يعني الكلاينت بيس تبع الهافال 86 عم بيكون الكل، كل حدا بحب لوك اليجنت، يعني فيه طابع سبور بس صحيح. هو اكثر اليجنت. اذا بنشوف الفرق بينه وبين هافال اتش 5، انه هافال اتش 5 اكثر سبورتي اكثر ضخم، هون اللي بحب ذا مور اليجنت. عم نشوف هلا الفرونت فيو الحلوه كثير، الجريل كروم مع الفوج لايتس، كمان مصابيح كثير حلوه من الناحيه الاماميه، عن جد شكل كثير حلو للسياره، ديزاين مشغول بامان بتأني كثير كبير من جريت وول. دبوسي جروب اليوم بتصور مع هالنوع انواع من السيارات وهالاشكال الحلوه، عملت الخيار الصحيح اليوم بضم جريت وول الى مجموعتها، واكيد جيب الوكاله الى لبنان. ثانك يو جورج. رح انتبه هلا معك اكيد الداخل الحلو كثير لهالسياره. مشاهدينا نحن بالداخل هال H6 Elite، الحلو فيه هالبورد الامامي هالتابلو، كمان الفيتاس كيف راكب بطريقه هون انه عندنا سبيس بين السايق والباسنجر اللي حده. ساره اكيد اوتوماتيك ترانسميشن، عم نشوف كمان هالسكرين المالتي ميديا فيها فانكشنز كثيره خاصه ناحيه الميديا ناحيه الفون كمان. خبرينا اكثر عن هالديتيلز الحلوه، خاصه عندك على الفولان هون زرار مهمين كثير بنعوزهم بشكل دايم يعني باب خلال سوقتنا للسياره. نحن هون عندنا اوديو كنترول، نعم، كروز كنترول، وبنتحكم كمان بالبلوتوث بالفون كمان من خلال الستيرنج ويل. فول كلر تاتش سكرين فيها كل شيء، دي في دي بلاير، كل الميديا، ذا فون حتى بيطلع من الادرس بوك بيطلب، يعني مجرد ما يلقط البلوتوث على الاباري كل شيء بيصير كل قدامك على الشاشه. اوكي. وبعدين عندنا رير كاميرا فيو كمان بتجي فول كلر، رح يبين ذا باك اوف ذا ستوديو، بس كمان بين الكواليتي كثير كثير عاليه، كواليتي عاليه لهالكاميرا. الحلو كمان فتحات الاي سي الكروم بهالسياره، اعطينا هيك طابع حلو من ناحيه البورد الامامي لها، فرش جلد اكيد مثل ما عم نشوف، وزياده عن هيك عندنا هالجراوند كليرنس مثل ما حكينا عنها، وهال سبيس ان كان الليج روم ولا الهيد روم ممتازه جدا. بعد عندنا شغله على التابلو قدامك، عندنا تاير بريشر مونيتورنج سيستم، فيري جود، اذا اي دولاب نفس بيعطينا دغري قد ايه نسبه الهواء اللي بالدولاب. ساره بعد ما كنا بالداخل هلا بدنا نحكي معك بيرفورمانس السياره. نرجع نشوف هون الناحية الخلفية لهال H6، أكيد
افال اتش 6 من جريت وول، كمان تنتد جلاس مثل ما ملاحظين عطيه هيبه بعد اكبر لها الكروس اوفر اس يو في. هلا صار وقت نحكي عن المحرك بيرفورمانس. سياره اربع سلاندر كمان محافظين على المحرك، كمان اربع سلاندر نفس محرك الهابال اتش 5 ميتسوبيشي انجن 2.4 لتر 2.4 لتر، يعني مصروف بنزين كثير منيح وبنفس الوقت بيرفورمنس قويه. انا كثير بحب الكومبينيشن بين انه يكون عدد سلندرات اربعه بس مع قوه فوق 2.0. عم نحكي اليوم ب 2.4 على اربع سلندر، يعني بيرفورمنس مهمه. وزياده عن هيك طلعت الجبل وهو معمول اكيد كمان لمشاوير الجبل، لو مين ما معنا بالسياره، لو كنا خمس اشخاص ما في اي مشكل بتصور بالبرفورمنس تبع هالسياره هيدي، وخاصه التعاون المهم بين جريت وول وشركه ميتسوبيشي اليابانيه العريقه جدا والمعروفه بمحركاتها السريعه. وهون حتى العالم اذا بحبوا يجوا يجربوا هالمحرك ويشوفوا البرفورمنس تبعه على الارض فين يعملوا تست درايف، بيتصلوا بالارقام اللي عم تمرق على الشاشه وبيحجزوا التست درايف تبعهم، فيهم يجوا يعملوا تست درايف باي وقت. بيرفكت بكل بكل البراندز تبع دابوسي جروب، بكل البراندز تبع دابوسي جروب، بكل البرانشز كمان تبع دابوسي. بيرفكت. صار وقت هلا كمان نحكي عن السبيشال ديل على هالسياره هيدي. اليوم في ديل مهم جدا رح نعرفه بعد لحظات من سارة. دائما بنقول انه اسعار جريت وول كثير منافسه بالسوق، اليوم رغم انه السعر كثير منافس عم تعملوا بعد ديسكاونت على السعر الاساسي. ساره مزبوط، نحن اليوم عاملين ولاول مره من وقت ما فتحنا، يعني مثل ما قلنا جريت وول عملها تقريبا ست سنين بلبنان، اول مره بنعمل سبيشال برايس على السيارات. نعم الهافال اتش 6 اليوم حقه 19900 دولار موديل يير 2017. كمان بدي شدد شوي انه عم نحكي صرنا موديل يير 2017 اكسكلودينج فات اند ريجستريشن فيز، وعليه بدل ثلاث سنين وارنتي خمس سنين وارنتي او 100,000 كيلومتر. بيرفكت، يعني كمان سعر منافس. شفنا كمان السياره قد ايه حلوه مشاهدينا من الخارج ومن الداخل مع مواصفات المحرك النشيط جدا لها السياره، محرك الميتسوبيشي. ساره انا بقول لك ثانك يو على وجودك معنا. ثانك يو لك. انا بس اكيد تفضل. اي انا بس بحب اذكر انه اي حدا عنده تريد ان نحن بناخذ كل السيارات، يعني حي الله مايك السياره بنعمل تريد ان، بحط سيارته وبيشتري بسعر منيح. بسعر منيح بس طبعا. اوكي بسعر كثير منيح. ثانك يو. اكيد هي كانت حلقتنا اليوم، تابعونا كل يوم مع سياره جديده ضمن هالاسبوع بجريت وول. اوتو فوكس، الى اللقاء.